ازاي الطفل ياكل؟ هنبدأ ندوة نتكلم فيها عن غذاء صحي وطبق صحي وغذاء متوازن وشكله حلو، علشان نعرف نكمل كلامنا عن تغذية اولادنا نعمل ايه بعد العام الاول ولحد ما اولادنا يكبروا. اسئلة كتير عند كل الامهات، يعني ايه اكل صحي؟ ازاي اخلي الطفل ياكل كل الاكل؟ الولاد اكلهم ضعيف، ينفع ندي فاتح شهية؟ الولاد مناعتهم ضعيفة وبيتعبوا كتير، شكل الولد مصفر ومش مركز وبينسى بسرعة ومقللني في المذاكرة، ادي فيتامينات يا دكتورة ولا ايه؟ ادي الادوية اللي بيقولوا عليها بتحسن مناعة الطفل دي. نتشرف حضانة المروة النموذجية الخاصة بكفر الميسرة بحضور الدكتورة أسماء عصام الألفي أخصائية التغذية لإلقاء محاضرة في الغذاء الصحي للطفل. فنبدأ السؤال الأول، التغذية المناسبة للطفل في المرحلة الحضانة. طب الأطفال بيقسم الأطفال مرحلة الطفولة لحد 18 سنة، لكن احنا في علم التغذية بنقسم الطفولة إلى خمس مراحل. المرحلة أول عامين من سن الطفل، المرحلة من العام الثاني للعام الخامس اللي هي مرحلة ما قبل المجازفات، تمام؟ هي فصل الحضانة اللي أهم من مرحلة في حياة الطفل، لأنها طبعاً بتأثر على الطول وعلى النمو وعلى الوزن بتاع الطفل. يعني أهمية الفترة دي إن إحنا لازم نقوم بنظارة أي مشكلة في النمو بتاع الطفل سواء بالزيادة أو بالنقص علشان نقدر نلحقها قبل ما الطفل يوصل لمرحلة البلوغ ويعاني بعد كده من مشاكل زي التقصر وخصوصا الطاقة، وبعد كده الأمهات تبدأ تلاحظ إن الطفل نموه أقل من زمايله أو طوله أقل من زمايله. دي أهمية الفترة دي، لازم الطفل ياخد في الفترة دي كل احتياجاته، احتياجات الشويات واحتياجات من البروتينات واحتياجات من الفيتامينات والمعادن. بنقسم أكل الطفل لثلاث حاجات، مصدر الطاقة اللي هو بيدي الطاقة للطفل اللي هو لازم الطفل ياكل عليه، اللي هو مثلا العيش الرز والنشويات، هو النشويات متغذية في كل حاجة، بس الأم تحاول تركز إن هي تبعد عن النشويات البسيطة زي السكر والعسل زي بروتينات نباتية زي الفول وزي العدس، تمام؟ ثالث مصدر معانا هو الفيتامينات والمعادن اللي موجود في الخضار والفاكهة، ودي لازم الطفل يحصل عليها. يعني أنا عندي الطفل الوقت لازم ياخد ثلاث مصادر في كل وجبة. هنلاقي بعض الأمهات تقول افطر بس حتى لو بيض، افطر بس حتى لو شوية اللبن. ده طبعا غلط، غلط كبير جدا. يعني لازم وقت الفطار بتاع الطفل لازم يكون فيها مصدر للطاقة اللي هي ثلاث الطفل لان انا لو ما عنديش مصدر للطاقه الطفل هيجي ازاي؟ هيركز ازاي؟ هيجي على نص اليوم وتلاقي الطفل فيه خمول، مفيش تركيز، مفيش قدره على النشاط، تمام؟ هيستهلك كل الطاقه بتاعته. يعني انا البروتين بتاعي مش كافي ان هو الطفل ياخد احتياجات. ايه اكتر غذاء معين زياده التركيز ده للطفل؟ طبعا مفيش حاجه معينه بتزود التركيز لوحدها، كل الاكل مهم زي ما قلنا، كل لازم الثلاث عناصر اللي قلنا عليهم بيزود التركيز والتحصيل الدراسي لدى الطفل. بس طبعا بعض الامهات المفروض تاخد بالها ان هي لازم تركز على الحاجات الغنيه الام للثلاثه، خصوصا فتره الحيوانات زي مثلا الاسماك زي صفار البيض والحيوانات، الحاجات ام للثلاثه بتزود الدوره الدمويه وبتنشط التركيز والتحصيل لدى الطفل. أهمية وجبة الفطار بالنسبة للطفل. وجبة الفطار تعتبر أهم وجبة في اليوم بتاع الطفل، الأمهات كتير بتهملها وبتكتفي بلانش بوكس اللي الطفل بياخده في المدرسة أو في الحضانة. لأن طبعاً إن وجبة الفطار دي بتيجي بعد 6 أو 7 ساعات صيام الطفل بيكون نايم بيكون يستهلك كل الطاقة اللي عنده. فلازم حاجة تديله الطاقة على مدار اليوم قبل ما ينزل المدرسة، عشان ما يجيش على الحصة الثانية أو بعدين في اليوم الدراسي يلاقي الطفل انفقد طاقته نهائياً. فلازم برضه الام تهتم بالوجبه دي قبل ما الطفل ينزل، لازم يكون زي ما قلنا فيها مصدر من النشويات، حتى لو ربع ليه جبنه، ممكن كوبايه لبن بمعلقه شوفان او كوبايه جليله، لازم الطفل ياخد اي حاجه قبل ما ينزل. الطفل النحيف يمثل مشكله في الاكل بالنسبه للامهات، ازاي الام تتعامل معاه؟ الطفل النحيف عامة أولا عشان نقدر نحدد هو نحيف ولا لا بنحط الطفل على محاميات الوزن بتقارن الطول بتاعه والوزن بتاعه بالفئة العمرية. في
في اطفال كتير فعلا نقدر بتبقى تحت المنحنى، بتعاني من نقص شديد في الوزن، وبرضه غالبا بيعاني من نقص التقويم. الطفل ده عامه ما بيحبش الاكل، تيجي الام تقول الطفل ما بياكلش، ما بياكلش خالص، هو فعلا ما بياكلش خالص، بس لو جيت تشوف هتلاقي اساسا بياكل على حاجه، بيعتمد على حاجه من بره، ممكن الجبال، ممكن شيبسي، ممكن بره، ممكن يقعد عليها يوم كامل ما ياكلش اي حاجه من حاجة. الحل بالنسبه للطفل الجديد اول حاجه ان انا امنع على الاقل المصروف، يعني اي حاجه من بره المفروض اشيلها. تمام. تاني حاجة بركز على الأكل اللي مركز في العناصر الغذائية، يعني مثلا الطفل نحيفه ما بيحبش الأكل، ينخش أديله تفاح هياكل قطمة وهيصرف، تمام؟ ممكن أديله كوباية عصير تفاح، كوباية العصير هيبقى فيها أكتر من ثمرة فاكهة وهتبقى مركزة وهيشربها بسهولة، لأن هو ما بيحبش يوم. ممكن مثلا ما بيحبش اللبن، طب انا ممكن اللبن ده اعمله له كريم كراميل، هيبقى داخل فيه بيضه، يبقى فيه داخل فيه لبن، هيبقى فيه داخل فيه حاجات سكريات، تمام. ممكن اعمل له كوبايه اللبن عصير، مثلا موز باللبن، قوافه باللبن، فراوله باللبن، خد الفاكهه معايا وخد فايده الفاكهه، تمام. على العكس الطفل اللي بيعاني من زياده الوزن اتعامل معاه ازاي؟ هل الحل هو الحرمان؟ طبعا ما ينفعش احرم الطفل خالص. هو زياده الوزن بالنسبه للطفل هتاكد الاول ان هو فعلا سواء في النحافه او السمنه، لازم اتاكد ان الطفل ما عندوش مشكله في الهرمون، ما عندوش مشكله في هرمون الغده الدرقيه وهرمون النمو، وبعد كده ببدا اشرحه. لو هو فعلا زياده الوزن دي ناتجه عن الاكل، انا ما ينفعش احرمه الطفل من اي حاجه، انا بس بتكلم معاه بالاقناع. يعني الطفل مثلا انا لازم اكل 3 سندوتشات، طيب ماشي، ممكن انا اكل برضه 3 سندوتشات بس هنصغر الحجم بتاعه، 3 سندوتشات صغيرين، لو بيحب مثلا الفينو او الكايزر وكده ما ينفعش امنعه من الاول، اشيل اللبابه بتاع السندوتشات الاول بحيث ان هو ياخد سعرات اقل، ابدا اقسم له وجبات صغيره على مدار اليوم، تمام. الغي طبعا الشوكولاتات والشيبس والحاجات دي منعا نهائيا، يعني مره في مره بتدريج، تمام. بعد كده الطفل نفسه بيستجيب، يعني انا بعرفه ان اضرار السمنه دي على الرجل الخلاص هتاثر على النمو، انت الحركه بتاعتك هتبقى بطيء، اهم السكريات البسيطه هبدلها بحاجات تانيه، طبعا ممنوع الاكل قدام التلفزيون. الفترة الأخيرة انتشرت الأمراض والفيروسات، هل الغذاء يؤثر في المناعة وإزاي أزود مناعة الطفل؟ طبعا الاكل بيمثل دور مهم جدا في المناعه بتاع الطفل، لان انا عندي صحه الطفل او صحه الانسان بصفه عامه هي عباره عن مثلث متساوي الاضلاع، القاعده بتاعته هي الرعايه الطبيه، يعني لو طفل عنده دور برد انا بفضل دكتور الاطفال بشوف هل بيشتكي فعلا من دور فيروسي ولا دور بكتيري، بياخد الدواء المناسب. تاني حاجه الغذاء، الغذاء مهم جدا. الغذاء طبعا في حاجات عندي بتزود المناعه، يعني ممكن معلقه العسل الصبح على الريق، ممكن ازود عليها عصره ليمون بتزود امتصاص الحديد. وانا ليه بقول العسل على الريق؟ لان اقصى وقت لامتصاص الحديد لازم يكون على المعده القويه، والعسل غني جدا بالحديد، تمام. تاني حاجه لازم اتاكد ان الطفل فعلا ما عندوش انيميا، لان الانيميا حتى لو هي على الجزء الميل وهي على الحدود، يعني على وشك ان يجيله انيميا، بتاثر برضه على الحاله المناعيه للطفل. ثالث حاجه المضادات الاكسده اللي هي الخضار والفاكهه، خصوصا فيتامين سي، واحنا داخلين على فصل الشتاء بيأثر جدا فعلا في مناعه الطفل. في حاجه كمان نقطه مهمه الامهات مش واخده بالها منها، اللي هي نمط الحياه اللي هي الساعه البيولوجيه للطفل. الطفل ممكن في الصيف مثلا تلاقيه سهران طول الليل وبينام طول النهار، ونحاول نظبط بقى على دخول المدارس. مع دخول فصل الشتاء بتلاقي مع دخول فصل الشتاء بتلاقي الطفل بدأ عرضة لنزلات فيروسية ونزلات شعبية كتير، ليه؟ لأن الساعة البيولوجية بتاع الجسم اتلخبطت، فلازم الأم تحافظ على مواعيد نوم الطفل ومواعيد أكله بصفة ثابتة على مدار العام، يعني مفيش فرق بين صيف وشتاء، ممكن اختلاف بسيط لكن ما يبقاش سهران يقلب اليوم كامل، يعني النوم بالنهار والسهر بالليل، دي برضه بتأثر في الحالة المناعية بتاعة الطفل. اختلاف مواعيد النوم ده هو اللي بيأثر على الحاله المرضيه للطفل. اه، ليه سبب رئيسي برضه في هتلاقي الطفل مع تغيير الفصول عرضه اكتر للاصابه، تمام. بتلاقي الجهاز المناعي تقريبا بسبب بيولوجيه مهمه جدا، ومواعيد الاكل اهم جدا فعلا برضه من نوع الاكل. في الختام يا دكتوره بنشكرك جدا على القاء المحاضره ديت، وجزاك الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.